السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة مع إبراهيم عيسى. بتعلمنا التجارب التاريخ والحاضر أنه لا يمكن أي مجتمع من المجتمعات يتقدم لو بضاعته الرائجة هي الكراهية. يعني لو بضاعة الكراهية هي البضاعة السائدة والرائجة في أي مجتمع، بين أهله وناسه، بين طبقاته، بين طياراته، بين طوائفه، فهذه البضاعة، البضاعة الوحيدة اللي موجودة أو الرئيسية أو الرائجة اللي هي الكراهية، تخلي أي مجتمع في الدنيا يتهد، أي مجتمع في الدنيا يفشل، بضاعة الكراهية. والحقيقة لازم نتأمل شوية حتى في تجارب الشعوب اللي تقدمت والدول اللي نهضت. لا يمكن بأي حال من الأحوال تلاقي وراء هذه النهضة كراهية وعدوان وغل، هتلاقي وراء النهضة دي حب أو مشاعر إيجابية أو تحضر وحالة حضارية. إنما حالة الكراهية دي مش منتجة. الإنسان الكاره بيبقى كريه. الإنسان والمجتمع اللي بيتبادل الكراهية ما بيعرفش ينتج، يبدع، يتقدم. وللأسف بضاعة الكراهية بضاعة سائدة في حياتنا من زمان، تجددت بقوة بعد 25 يناير، لكن خليني أقول لك أنه من زمان إزاي. مع دخول التيار السلفي الوهابي في مصر بقوة وانتشار السلفية والوهابية في مصر من منتصف السبعينيات، والتحالف والتواطؤ البشع اللي جرى بين أجهزة الدولة وبين الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية بداية من الفترة دي، خلى البضاعة السائدة في مصر بضاعة الكراهية. لأنه السلفي والفكر السلفي هو فكر الرجل الذي يكره، الشخص الذي يكره طول الوقت في كراهية، وبيحول الكراهية لكراهية مقدسة، إنك تكره الآخر، تكره المخالف ليك في المذهب أو في الدين، إنك أنت تكره المرأة، تكره الفن، تكره الإبداع. فالكراهية هي دينك، بيحول الإسلام دينه الحب إلى أنه عمود الفقر الكراهية. عشان تبقى مسلم حقيقي مخلص قريب من الجنة، قريب من رضا الله سبحانه وتعالى، قريب من رضا الرحمن، لازم تكون تكره، بتكره واكره بشدة بإخلاص، واكره الجميع تقريبا فيما عدا جماعتك، فيما عدا من ينتصر لفكرك ولمذهبك ورؤيتك للدين. أما الآخرون فكفرة، أما الآخرون فيستحقون الكراهية، الكراهية المحمومة، الكراهية المقدسة. اكره الشيعة، اكره الأقباط والمسيحيين، اكره العلمانيين، اكره أنصار الدولة المدنية، اكره اللي مش سلفي، اكره اللي مش وهابي، اكره. كلما كرهت كلما تدينت، كلما اقتربت من الله. فلما بقى لي 40 سنة ولا 45 سنة في دوائر الكراهية دي، في انهم يغزوا الناس كلها على الكراهية، وكمان لما سيطروا على كل حاجة في حياتنا، سيطروا على المدارس، وسيطروا على التعليم، وسيطروا على المناهج، وسيطروا على الأزهر، وسيطروا، فنشروا ثقافة الكراهية، بقى الأصل الكراهية، كراهية الآخر بقول لك، وكراهية المرأة بشكل محموم، وكراهية الإبداع والفن، وكراهية أي حد غير المذهب بتاعهم وغير الجماعة بتاعتهم، كمان لما يقعدوا ينقسموا هم نفسهم إلى جماعات، وكراهية الغرب، وكراهية أوروبا، وكراهية البوذيين، وكراهية الشيوعيين، اكره اكره. مش اختلف، في فرق كبير قوي بين اختلف، لا اكره. ومش تطلب لهم الهداية، لا لا لا، هداية ايه؟ تطلب لهم النار، العقاب، الويل والثبور، تهددهم بالموت على غير دينهم، بالموت إلى الجحيم، بالموت إلى، أيوة كده، عشان تبقى مؤمن. في وسط ثقافة الكراهية الرهيبة دي، وسط تيار الكراهية ده، ما ظنيش إن إحنا في مصر من السبعينيات قامت لنا أمة حقيقية، بلد عايشة، ده بلد كبيرة وعريقة ومهمة، وشعب كبير وهائل الحضور في التاريخ، لكن ما نهضناش، ما قمناش طول الوقت، لا احنا ميتين
ولا احنا عايشين، عيانين عيانين زي اغلب المصريين اللي عيانين بالفشل الكلوي بالسرطان بالسكر، قاعدين اهو متعايشين مع مرضنا. لا هو صحيح معافى وبيجري يرمح، ولا هو يعني قاعد في السرير كم مهمل. في الحاله اللي بين اللي بينين دول، الحاله اللي صنعها الكراهيه دي، جت 25 يناير. جت 25 يناير ففكرتني بحادثه وقعت كده لزوجة أحد الأصدقاء الأقارب المعارف. اتزحلقت في الحمام، وقعت براسها على حرف البانيو، فحصل شيء غريب جدا. طبعا أغمى عليها، وبعد شوية ربنا يعني عافاها وقامت من الإغماء. فإذا بيها كل ما تتكلم تشتم شتائم مقزعة، بزاءات لا تليق بهذه السيدة الفاضلة الأم المربية. ما يعني هات كوباية يا ابني 60 في 70 وشتائم، انت يا كذا يا كذا يا كذا، شتائم شتائم مقزعة اللي هي يعني تثير خجل رهيب، وخجل زوجها وعيالها قبل اي حد. الأم الرؤوم الرؤوف الجميلة الطيبة الحنون دي تحولت الى شتامة بزاءة بطريقة رهيبة، طريقة مرضية. في حاجة، في ناس بيحصل لها كده فتفقد الذاكرة، تفقد النطق، لكن انه فجأة تقع على دماغها على شيء معين على الارض او على البانيو فتتحول تصحى من الاغماء، تلاقي نفسها بالبذاءة دي هي كمان السيدة تكتشف انها بتقول الكلام البذيء ده، فتعيط وتبكي، بتشتم وبلا ارادة، بقول لك بتشتم اقزع الالفاظ وقاحة ويعني فطحا. راحوا بيها للدكتور، طبعا لازم يروحوا بيها للدكتور، وأشعة وإيه 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 وإيه، أشعة وقطع المخ، انتهى إلى إنه هي وقعت على النقطة في الدماغ اللي بتعمل كنترول على البزاءة وقلة الأدب. فكت النقطة دي، فكت وعلاجات طويلة ونوع من الصرع، والحمد لله ربنا شفاها وعافاها بعد شهور. يعني مصر حصل للمجتمع المصري بعد 25 يناير حاجة زي كده، وإحنا برضو بعد 25 يناير على حرف البانيو. فإذا بالمجتمع المصري بزاءات شتائم لعنات، كل الناس بتشتم كل الناس، كل الناس بتشتم كل الناس ولا أحد مستثنى، كل الناس موضع الإهانة من أول يعني الرؤساء لغاية أقل مواطن عمرا أو أصغر مواطن عمرا. إيه كمية البزاءة والشتائم دي ومن الجميع، من الجميع، لا أحد مستثنى سواء كشتام أو كمشتوم. وكل الاطراف اللي عامل فيها طيب وسلفي بيشتم، اللي عامل فيها اخواني بيشتم، اللي عامل فيها من انصار الدوله بيشتم، اللي عامل فيها مؤيد للجيش بيشتم، اللي مؤيد للسيسي بيشتم، كل الناس بتشتم، كل الناس مش طايقه كل الناس. فيتكون لديك كراهيه مركبه، الكراهية اللي صنعها المناخ الديني المتطرف أو السلف الوهابي لكي تكون متدينا اكره الآخر أيا كان الآخر. وبعد 25 يناير و30 يونيو بقى علشان تبقى وطني لازم تكره الآخر، أو علشان تبقى من أنصار الحرية وحقوق الإنسان لازم تكره الآخر وتشتمه. فبقى الحقوق اللي بيدافع عن حقوق الإنسان بيشتم أنصار الدولة، أو اللي بيقولوا إن إحنا عايزين الدولة تستعيد قوتها، وأنصار الدولة بتشتم أنصار حقوق الإنسان، وبقى اللي بيأيد السيسي بيشتم واللي ضد السيسي بيشتم. فدخلنا في حالة، مناخ الرئيسي طبعا موجود في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا مقدر دي حاجة في جزء منها عالمي، يعني البزاءات والشتائم والتعليقات اللي خارج السيطرة،
زادت جدا في العالم لدرجة ان في مواقع عالمية محترمة جدا إخبارية وسياسية وحتى اجتماعية بدأت تمنع التعليقات تماما، تلغي فكرة التعليقات عندها في المواقع لأنه الناس منفلتة. طبعا بنسبة الانفلات بره غير الانفلات اللي هنا. لكن اللي انت بترصده هي الحالة المحمومة من الكراهيات المتبادلة دي، اللي لما تقعد تبص كده تقول لا كده بص يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس الكلام ده مش هيقدم حد خالص، مش هيطور فعلا. لو فضل كل واحد تختلف معاه في الرأي فتكرهه وتشتمه خلاص، يعني بصوا روحوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس ده مش هيقدم اي حد ولا هيخلي مجتمع. مفيش مجتمع في الدنيا نما بالكراهية، مفيش مجتمع في الدنيا تقدم خطوة بالكراهية. اللي انا عايز اقوله هنا ان وكأننا اصبنا كمان بعد 30 يونيو بعدوى الاخوان بجد. ما انت احيانا تبقى خصم لحد بس تتعدي منه وتتمثله. فالمجتمع المصري والدولة المصرية تحديدا اتعدت من الاخوان، فبقى عناوينها الرئيسية في حياتها هي الكراهية والتخوين والبزاءة وبالمناسبة والكذب والفنكوش. يعني بقت ما ينفعش ما يصحش طول الوقت، ما ينفعش استخدم ادوات الاخوان واقول انا ضدهم، فنبقى بنعمل لجان الكترونية زي الاخوان، نزيع فيها شتائم زي الاخوان، نختال فيها الشخصيات والمختلفة معانا زي الاخوان، وابث فيها الكراهية المحمومة زي الاخوان، ونزل اخبار مش حقيقية ومضللة ومضللة ومزورة ومزيفة زي الاخوان، وبعد ده كله اقول انا غير الاخوان. لا، انت وجه اخر للاخوان. ده ليه بقى؟ لان احنا في مفترق طرق، احنا دلوقتي في مفترق طرق. ازاي؟ ما اظنيش ان في حد في مصر مش عايز بلده تتقدم، كلنا عايزين البلد تتقدم وكلنا عايزين نخرج من مأزق الاقتصاد المروع، لانه بالمناسبة احنا يعني ما اطمئنناش خالص ان احنا في مسار يمكن ان ينتج نجاحا، يقدر ينتج نجاحا ويقدر ينتج فشلا. فالهمة على اللي بنعمله. طب واللي بنعمله ده ايه؟ لو احنا بنعمل ده كله في الاطار اللي انا بقولك عليه ده، البلد كلها كارهة بعض، او ثقافة الكراهية هي السائدة، او تبادل الكراهيات هي السائدة، او اضفاء تقديس للكراهية، يبقى الكراهية المقدسة او الكراهية الوطنية، يعني تبقى انت عشان تبقى وطني لازم تكره الناس كلها كلها بما فيها اللي كان معاك اول امبارح في نفس الرأي او الموقف. اكرهه، اكره اي حد ما بيقولش الكلام اللي انت بتقوله، اكرهه وسبله واشتمه وهينه لانه يستاهل، او اكره كل من يخالفك في مذهبك وفي رايك الديني وفي موقفك زي الاخوان والسلفيين وغيرهم، اكره اكره. شيعة كفرة، هبط كفرة، مش عارف ايه التجديد دي كفرة، الشيخ فلاني كافر زنديق على طول. خلاص، في الإطار ده كله من الصعب بل يبدو من المستحيل أن نعبر طريقا إلى المستقبل. ويبقى احنا فعلا أصبنا بنفس وصمة الإخوان، وصرنا كما تلك الجماعة الكارهة، نكره وطول الوقت نحتضن آراءنا احنا بس وموقفنا احنا بس، ونلقي على الآخرين تهم التكفير وتهم الخروج عن الدين والانحراف عن الدين، وزي بالظبط احنا نقوم عاملين كده مكعورين نفسنا مع بعض، قال يعني احنا بتوع الدولة، ونكره الاخرين ونقول عليهم خونة ومأجورين ومدفوعين ونشتمهم ونبذل مجهود في ترويج بضاعة الكراهية، ونعمل لجان الكترونية نشتم فيها الناس، ومتصورين ده ينتج اي حاجة. يا متصورين، اذا كانت اجهزة الدولة متصورة انه الطريقة دي تخلي البلد تتقدم، ان احنا نكره الناس في بعض وان احنا نشوه كل الناس في مواجهة كل الناس، فدي مش طريقة اطلاقا
غير لحاجة واحدة، الانفجار. دي الطريقة الوحيدة للانفجار، ناس تاكل في بعض. طول الوقت تلاقي مسؤولين الدولة بعضهم بيتكلم عن حروب أهلية وازاي 30 يونيو نجت مصر من حرب أهلية. حرب أهلية بمعنى انه محافظات تضرب في بعض وقرى تضرب في بعض وطوائف. مفيش، مصر مش مرشحة لهذا اطلاقا، بالورقة وبالقلم وبالتاريخ وبالتكوين الجغرافي والديموغرافي وكل حاجة. انما الاحماء اللي بتعمله الدولة واللي بيعمله الاخوان، احماء الكراهية دي، ده في المحصلة وفي النهاية بيعطل بنى الدولة، وده بيخلينا نعمل وكأننا بنعمل أجندة الإخوان. يعني الإخوان مش انتوا طردتوني من الحكم، طب أنا بقى هأفسد عليكم عيشتكم، سأجعلكم مثلي، سأنشر بينكم الكراهية والبغضاء كي لا يكون بينكم إلا الكراهية والبغضاء. عادانا الفيروس ده الإخوان، عاد الجميع، وعاد أول من عاد أجهزة الدولة. أجهزة الدولة هي التي تنشر الكراهية في مصر الآن، وهي التي تقسم المصريين الآن فيما تزعم أنها تطلب الاصطفاف. الحالة فرق كبير جدا بين الاختلاف في الرأي المطلوب والاختلاف في السياسة الواجب والصراع السياسي الواجب المحتوم لتقدم المجتمع، اختلاف الرؤى والتوجهات والآراء وعرض بضاعة الأفكار على الناس، مش الكراهية على الناس، وبين ان يبقى القصة كلها قصة ان احنا هيا بنا نكره، حبوني انا لوحدي، كل جماعة او طيار عايز يتحب هو لوحده ويكره الآخرين. بقول انه ده بيصب في تأخر المجتمعات مش تقدمها أبدا. ما في يعني، هاتوا كتب الدنيا، هاتوا تجارب الدنيا وقعدوا قدامنا كده وقولوا لنا إن في مجتمع كبر نما تطور بالكراهية. ما فيش خالص، مستحيل مستحيل، يعني مستحيل. طب وهل ده معناه إن إحنا بنطالب إن إحنا ما نكرهش، يعني ما نكرهش الإرهاب، ما نكرهش؟ في فرق. أولا أنت موضوع مشاعر الكراهية دي عواطف، انما خلينا نتكلم في المواقف. يعني لازم تكره الشر لكن تدعو للناس بالهداية، ده موضوع مش، وتتمنى لهم الهداية وتتمنى لهم التوبة. وطول الوقت المصريين مع بعض كده بيشوفوا حد غلطان، زمان ايام ما كنا يعني لسه محافظين على ثقافة الحب، فنقول ايه؟ ربنا يتوب عليه. دلوقتي تقال ايه؟ ربنا ياخده يغور في داهية يا شيخ، احنا مش طايقينه. ده مش منطق نصلح بيه مجتمعات. في مفترق طرق، بقولك هنعرف نكمل ولا هنفضل واقفين، جايز نرجع لورا، جايز ننزل لتحت، لكن احنا عايزين نطلع لقدام. نطلع لقدام بالادوات دي، هنقدر نطلع لقدام بأدوات المجتمع ده. المجتمع ده لازم يلعب المشاعر النفسية في المجتمع، الرأي العام للمجتمع، علاقة المجتمع بنفسه، قدرة المجتمع على تنظيم اختلافاته وخلافاته، قدرة المجتمع على انه يختلف مع بعضه. ده هو اللي بيخلي المجتمع ده متطور ومتقدم، ولا مجتمع متدهور وكاره ويخش في دوامة. اليومين دول كلام كتير عن موضوع المصالحة مع الإخوان، وانا مش فاهم مصالحة ايه مع الاخوان ومصالحة مع مين. المشكل الكبير جدا ان احنا ممكن نكون محتاجين مصالحة فعلا، مصالحة الدولة، اجهزة الدولة تحديدا، مع شباب القوى الاحتجاجية اللي سجنوا مئات والاف منهم، مع مصالحة مع المثقفين اللي في خلال سنتين طردوا بتهم وببلاغات وبأحكام بالسجن وبالسجن غير مسبوقة لم تحدث في أي عهد سابق. أكيد محتاجين مصالحة مع الحقوقيين اللي احنا طول الوقت ليل نهار الدولة بتزيع فيهم الكراهية وتنشر الكراهية ضدهم وضد منطق حقوق الإنسان نفسه وضد مبدأ ومنهج حقوق الإنسان.
محتاجين نعمل مصالحة مع المجتمع المدني اللي تقريبا صدروه بالقانون الجديد، قانون الجمعيات الأهلية، لكن احنا آخر ناس ممكن نفكر ان وطننا دلوقتي محتاج مصالحة مع الإخوان، مع جماعة الإخوان. أفراد الإخوان دول أفراد، طالما قال انه أنا راجل مواطن في مصر ومعاه بطاقته ومعاه جواز سفر وملتزم بالقانون، احنا مالناش دعوة بيه، أفكاره وآراءه في باب بيته وحر فيه. إنما احنا بنتكلم هنا تحول الفكر الإخواني ده إلى تنظيم نصالح جماعة. يعني إيه؟ نقبل أساسا بوجود الجماعة إزاي؟ جماعة الإخوان جماعة إرهابية، نقبل بوجودها إزاي؟ نتصالح معاها إزاي يعني؟ برضو الأفراد أنا ماليش دعوة، المظلوم يخرج بالسجن، أي مظلوم إخواني ولا غير إخواني، اللي يخش السجن يخش لأنه ارتكب فعلا مجرما، ما ارتكبش يكشي يكون مين يقعد في بيتهم. أنا على مالنا وإحنا هناخد الناس دخل لازم الهوية أو بيضوا في أفكارهم؟ إحنا مالنا، إحنا هنا في أفعالهم، فأقوالهم وأفعالهم اللي تودي، لو أقوال كراهية وفتنة وطائفية ومذهبية ده كلام بيتحاسب عليه في القانون، قضايا الكراهية يعني، لو أفعال ده بيحاسب عليه في القانون الجنائي أو مكافحة الإرهاب أو غيره. إنما ما عملش كده، ما عندوش الكلام ده، أنا وأنا ودخلوا السجن ليه أصلا؟ ولا أملك إن أنا أدخله السجن أصلا، ولا أملك إن أنا أعمل له حبس احتياطي بالسنتين وبتلاتة كأنه اعتقال أبدي. إنما أصالح جماعة إزاي؟ يعني أفراد، بقول لك الأفراد أهو اللي ارتكب جريمة يتحاسب عليه، إنما كجماعة وأقبل بوجود جماعة الإرهاب مرة أخرى؟ طب ما تصالح مع داعش، ما تصالح مع داعش بالمرة بالمناسبة، إيه الفرق يعني؟ إحنا طبعا عايز يتوب يتوب، أهلا وسهلا، باب التوبة مفتوح، بس التوبة ده ربنا والمجتمع له حقوق، إنما ماليش دعوة أنا في من ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون، يتفضل القانون يعاقب. إنما بتكلم على جماعة وتنظيم، أقبل تاني وجود جماعة سرية لها قواعدها ولها ضوابطها ولها نظامها الداخلي ولها قسم خاص بيها ولها مرشد ولها كيانات كلها موازية لكيانات الدولة، تاني أوافق على جماعة تساوي الدولة، تحط نفسها دولة موازية؟ مين مجنون ممكن يتصالح مع جماعة زي؟ مين مجنون ممكن، مين اللي يهدر ثورة المصريين ويقعد مع الإخوان يقول لهم احنا موافقين على الجماعة بس ايه، تبعدوا عن السياسة 5 سنين وتبقوا موجودين في الدعوة؟ دعوة ايه؟ يعني ايه الدعوة؟ يعني ايه الدعوة؟ دعوة مين؟ بيدعوا كفر للإسلام مثلا؟ ايه جماعة الإخوان الدار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ دعوة ايه؟ واللي عايز يدعو للثقافة الإسلامية يعني هم في الأزهر أو أساسا أري ولا أي جمعية من الجمعيات الدينية دي تفضل يومين اتنين في الحياة. اللي عايز يقول إنه بينشر الثقافة الإسلامية الدينية عنده الأزهر، واللي كان على الثقافة المسيحية عنده الكنيسة بمؤسسات تابعة ثقافية دينية. انما انا جماعه الدعوه والتبليغ، انا جماعه السلفيين، بتعمل انت ايه عندك؟ بتعمل ايه عندك؟ وبتدعو مين لايه؟ ويعني ايه جماعه الدعوه؟ كلمه الدعوه وكلمه الصحوه دي المصطلحات اللي ابتدعت في السبعينيات عشان تبقى بديل التجنيد للجماعات الاسلاميه. كون كان في دوله مغفله وافقت وتواطئت وعملت في السبعينيات، فلا يمكن ان احنا نكمل الغفله، ولو الدولة مصرة على غفلتها فلا يمكن المجتمع يصر على استمرار الغفلة. مستحيل تحصل مصالحة مع التنظيم، وجود التنظيم كارثة، القبول به كارثة، تنظيم الإخوان. المصالحة الحقيقية مع غير هذا التنظيم، مع المواطنين اللي بكل ما فعلوه فعلوه لصالح بلدهم او متصورين ان ده لصالح بلدهم والدولة استبدت بهم او ظلمتهم، ده اللي يستحق الصلح. انما صلح مع تنظيم
اخوان ارهابي حلفوا انهم يعملوا عمليات ارهابيه وانهم يفجروا في البلد وانهم ايه، وبيفرح ده بيفرحوا في هزيمه المنتخب. اصالح معاهم في ايه؟ من يجرؤ على الصلح مع هؤلاء؟ مصالحه ايه مع هؤلاء؟ مع التنظيم المواطنين وافرادهم قاعدين في بيوتهم هنعمل لهم ايه؟ بيروحوا يشتغلوا وياكلوا ويشربوا ويتجوزوا ويخلفوا، احنا ما لناش وصايا عليهم ولا ولايه عليهم لا كدوله ولا كافراد. انما لما نيجي نتكلم على جماعه وتنظيم، لما هؤلاء الافراد يتشكلوا جوه تنظيم ويقعد يقول لك لا هنقعد 10 سنين في الدعوه بس. انا بس عايز اقول لكم شيء مهم نلتفت اليه وننتبه اليه شويه يا جماعه. جماعه الاخوان ماتت في الستينيات. اتصفت في الستينيات. وكان مشهد قريب من المشاهد اللي احنا عشناها، انه خلاص بقى دخل قيادات كثيره جدا فيهم السجن، قيادات كثيره هربت وبعد، تحللت الجماعه، قلت اعدادها. ده الكلام ده في الخمسينيات والستينيات، تحديدا في الستينيات مع الموقف الكبير من عبد الناصر تجاههم، ولدرجه انه ما بقاش حتى ناس منظمه في الاخوان يعني، ثم اخواني الا بضعه مئات. واللي كانوا في السجن كانوا قليلين كمان، لانه اللي هرب واللي لما خرج من السجن قضى فترته وخرج سافر. فكان جماعه الاخوان بالفعل في الستينيات ومع موت عبد الناصر كانت جماعه ميته. لا تنظيم ولا تشكيل ولا قيادات ولا تمويل ولا نشاط ولا تجنيد ولا اي حاجه تماما. على الاقل او بالقطع من 65 ل 70 كانت انتهت. جاء انور السادات واحيا هذه الجماعه في شهرين، كان بتعود وتستعيد نفسها، وفي نفس الوقت كانت الجماعات الاسلاميه بتظهر وبتتكون في كل حته فيك يا مصر. فما يغركوش 30 يونيو ولا يغركوا انه الاخوان قيادات الاخوان في السجن دلوقتي ولا اي حاجه، ممكن يصحوا بعد شهرين، ممكن يصحوا بعد، خصوصا ده كمان لانه لما عبد الناصر مات، مات مشروعه ومات الفكره اللي بتواجه الاخوان. فدلوقتي كمان مفيش لا فكره بتواجه الاخوان ولا حاجه خالص، بالعكس بالعكس، الدوله المصريه دوله سلفيه الهوى. اجهزه الدوله ازاي؟ اجهزه الدوله هقول لك ازاي اجهزه الدوله سلفيه الهوى. وهنا النقطه اللي لازم ندركها ونجاوب عليها عشان نعرف احنا ناويين نمشي لقدام ولا لا. هو الشعب المصري رفض حكم الاخوان علشان بيتصارع مع الاخوان على السلطه، ولا عشان هو ضد فكره الاخوان وفكر الاخوان؟ نسال نفسنا السؤال ده ليه؟ لانه بيبان كل يوم بيعدي، بيبان ان اجهزه الدوله وموظفينها ومسؤوليها ما كانوش ضد فكر الاخوان، هما كانوا ضد سلطه الاخوان. بمعنى ان الاخوان كانوا هيجيبوا موظفين غيرهم اخوان يتولوا مناصبهم، او ضباط غيرهم يتولوا مناصبهم. مش فكره ان هو ضد فكر الاخوان، لا، الاخوان كان بيهدد وظيفته منصبه شغله. فبقى الصراع مع الاخوان من اجهزه الدوله الامنيه صراع على ايه؟ على السلطه. انت عايز تجيب الضباط بتوعك مكاني، وبتمشي الضباط ويجيب لي ضباط اخوان او على الهوى الاخوان. فبقى فيه صراع سلطه ما بين الاخوان اللي تعجلوا جدا بغباء نحمد الله سبحانه وتعالى عليه انهم يعملوا كده مع اجهزه الدوله، انهم عايزين يطيحوا بكل المسؤولين والموظفين والكبار وكل اللي قاعدين على يعني القيادات الامنيه، ويمشوهم كلهم ويمشوا ويصفوا القضاه ويمشوا 2000 قاضي ومش عارف ايه وبتاع، ويجيبوا رجالتهم. فبقى في هنا حاجتين بتحصل. الحاجه الاولانيه على المستوى اللي فوق، اللي فيها اجهزه الدوله بتحس ان بتتخلخل كراسيهم وبيستبدلوا بقيادات اخوانيه. في اجهزه القضاء، في اجهزه الشرطه، في كله. بما فيه في الوزارات.
وفي تحت بقى في الشارع ده شعب اكتشف انه الاخوان دول جايين بفكر بيغير هوية المصريين وبيحول مصر بلد تانية مش اللي المصري عايزها، فبدأ يثور ضد الاخوان. وفي نفس الوقت في فوق صراع على سلطة ما بين الاخوان وبين الدولة اللي بيقولوا عليها الدولة العميقة، اللي هي ان احنا ايه، احنا عايزين كراسيكو، لا دي كراسينا، طب ما نقسم سوا، طب ما نقعد ونشوف انتوا عايزين ايه ونعمله، لا ازاي ده انتوا هتمشوا وهنجيب رجالتنا. فبقى حصل الحاجتين دول، عشان كده الشعب المصري كان بيندهش انه يلاقي اجهزة الدولة مش معترضة على حركته في الشارع مثلا او موافقة على ليه، لانه كان حاسة ان الاخوان بيزيحوا بيتاخروا اجهزة الدولة موظفيها مسؤوليها وجايبين رجالتهم. طب جايبين رجالتهم اتفضلوا بقى تعملوا ايه مع الشعب المصري. التحليلة دي انا بقولها بأثر رجعي، بمعنى انها ما كانتش بالوضوح ده في 30 يونيو بالنسبة لي. النهاردة بتصرفات اجهزة الدولة بتقول لا ما كانش غير كده، ما كانش غير كده تماما. ليه؟ لما تبص للدولة نفسها، لأجهزة الدولة والمواقف الرئيسية اللي تقول أجهزة الدولة دي مع حرية الرأي والتعبير، أجهزة الرأي دي مع أجهزة الدولة دي مع الدولة المدنية فعلا، أجهزة الدولة دي مع تجديد الخطاب الديني فعلا، أجهزة الدولة دي مع الدولة الدستورية الديمقراطية، أجهزة الدولة دي مع فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة، ولا أجهزة الدولة دي بتقول نفس كلام الإخوان وآرائهم. يعني جيب أي مسؤول من مسؤولي الأجهزة الأمنية واسألوا، اسألوا في كل ما يمكن أن تسأل فيه الإخوان، بمعنى إيه رأيك في الخلافة الإسلامية؟ هيقول لك كلام هو نفسه كلام الإخوان وكلام السلفيين. الخلافة كانت حاجة عظيمة قوي، كنا بنحكم العالم، كنا سيد العالم، الخلافة الراشدة مش عارف ايه، والخلافة الأموية والايه والإسلام، ويا الخلافة ويا سلام والخلافة، بس أصل ده مش وقته، أصل الظروف اتغيرت. إنما الخلافة بالنسبة له حاجة عظيمة ورائعة، وهي الدين، وهي جزء من الدين. طبعا الخلافة عمرها ما كانت جزء من الدين، ولا الحكم كان له أي علاقة بالدين. واللي بيقول كده بس الشيعة، عشان الجماعة بس اللي بيقعدوا يهرطقوا ويقعدوا يؤدي اتهامات. انا بقول لكم اهو، اللي بيقول الكلام ده بس الشيعة، اللي المذهب الشيعي هو الوحيد المعتقد انه الدولة جزء، الخلافة والدولة والحكم جزء من الدين، جوه قلب العملية الدينية، اللي المفروض سنة، دي مش في الخلافة مش جزء من الدين اطلاقا، والحكم ما فيش اي حاجة اسمها حكم اسلامي خالص، ولا في اي شكل للحكم في الاسلام، في قيم انما ما فيش شكل. فخلافة ايه؟ دي امبراطورية. اسأل اي لواء من اللواءات هيقول لك نفس الكلام اللي بيقوله عصام الاريان عن الخلافة، هو اسأله عن قانون ازدراء الاديان هيدافع عنه عروقه دي هتقعد تبز كده تبز دفاع، لانه لازم يفضل قانون ازدراء الاديان. واحزب اللي بيتطاول على الدين سجن هات عايزينها فوضى، زي كلام الاخوان والسلفيين بالظبط. وكأن اللي بيجتهد وبيجدد وبيفكر وبيقول آرائي ده بيتطاول على الدين. طيب اسأله عن صحيح البخاري، اسأل أي مسؤول أمني في الدولة، هات أي جهاز من الأجهزة الأمنية اللي بيقول على نفسهم سيادية دي، وسألهم الأسئلة دي. إيه رأيك في صحيح البخاري؟ هيقولك الكلام اللي بيقوله كل طائفة الإخوان على السلفيين دي، اللي هو انت هتغلط في البخاري، لا ما يصحش كده، لا وبرضه ازاي تقول الاحاديث مش صحيحه دي مذكوره في البخاري، لا ويبقى لازم مش عارف ايه، لا انت مش متخصص في الدين، لا كل الكلام ده هو طبق الاصل اللي بيقوله الاخوان. اسال مؤسسات الدوله او يعني اجهزه الدوله والمسؤولين فيها عن اولاد حارتنا ونجيب محفوظ، هيقول لك نفس الاراء اللي بيقولوها الاخر، لا ما كانش صحيح، لا ويعني ايه يعمل الجبلاوي يمثل ربنا بانه الجبلاوي؟ طب ما حدش قرا، هم ما قروش، بس مش مهم، هم سامعين الكلام ده. فتبحث عن الفروق الحقيقيه او عن الفروق حتى المتوهمه بين افكار هؤلاء المسؤولين القائمين على امرنا الان في مصر وبين
الإخوان، أفكار الإخوان والسلفيين، فلن ترى فارقا على الإطلاق. أنا بقول لك على الإطلاق مع الأفكار، هم طبعا مختلفين مع الجماعة، الجماعة غير وطنية وبتاع، ده كلام حقيقي، إنما في الأفكار هي نفس الأفكار، في الأفكار هي نفس الآراء والأفكار. بقول لك هو تحدى، طلع لي مسؤول مصري واحد في أي من أجهزتها اللي بتوع نفسها السيادية، أو من الوزراء من 35 وزير ولا 33 وزير، معرفش رقمهم كام، يطلع كده. هو طلع وزير التعليم العالي اللي زعلان من إنه الدكتور جابر نصار لغى شهادة الديانة. هات لي دليل واحد على إن الدولة دي بتمارس أي شيء نحو تجديد الخطاب الديني. هو الرئيس يقول تجديد الخطاب الديني، إنما في أي حاجة تانية؟ مفيش أي حاجة تانية إطلاقا. وإطلاقا يعني إطلاقا. ويزعل اللي يزعل ويحب اللي يحب. يا جماعة احنا ما بنتكلمش عشان حد يزعل ولا بنتكلم عشان حد يحب، احنا قصاد معضلة كبيرة جدا بتقول انه لا بقى، ده صراع سلطة بصراع افكار. لان لما الاقي النهاردة صراع بين الاخوان والدولة كان صراع على سلطة بصراع على افكار، لان نفس الافكار. لان لما الاقي النهاردة مجلس النواب اللي هو بدأ مجلس 30 يونيو اللي هو يعني أبرأ تماما من أن يكون ده مجلس 30 يونيو، وربنا يحاسب كل ناخب انتخب لنا الناس دي، ربنا يحاسبه. لما أشوف مجلس النواب وكل منتجه، كل منتجه التشريعي ضد حرية الرأي والتعبير، إزاي هوقف لك الصورة دي لحظة كده واروح لك لفرنسا؟ مالها فرنسا؟ فرانسوا فيون اللي هو المرشح دي خلاص كسب ان هو مرشح الاحزاب اليمين والوسط في فرنسا، وهو كان رئيس وزراء سابق وكسب منافسه في الانتخابات التمهيدية النهاردة ألان جوبي، وصار هو المرشح الرسمي لانتخابات الرئاسة الفرنسية في 2017، واللي كل استطلاعات الرأي بتقول انه هيكسب. وصاد لوبين اللي هي المرشحة اليمينية المتطرفة. أولا خد بالك انه في انتخابات تمهيدية بين الأحزاب والتيارات عشان يقدموا مرشح رئاسي. طبعا احنا عندنا انتخابات رئاسية في مطلع 2018 أظن في إبريل 2018 أو فتح باب الترشيح هي في فبراير 2018 أو مارس. ما فيش أي حد برضو بيتكلم في مصر عن انه يرشح مين أو يقدم مين، لانه في مواد سياسي، في خوف وذعر ان لو حد قال انا رشح نفسي برضه بضاعه الكراهيه وحاله الكراهيه المحمومه واجهزه الدوله اللي هتشغل كل تروسها والاتها لبث الكراهيه واغتيال هذه الشخصيه معنويا ونفسيا وادبيا وسياسيا. في الدوله المحترمه والديمقراطيه بيبقى قبل الترشح الرئاسي بسنه وبسنتين، يبقى لو في احزاب محترمه بتعمل بينها احزاب بتعمل بينها انتخابات تمهيديه لمرشح الرئاسه، ولو في شخصيات ناويه ترشح نفسها وتلف بلدها كلها قبلها بسنه بسنتين علشان تقدم نفسها للمواطنين والجمهور. ده فرنسا، دي فرنسا ودي امريكا ودي الدول ودي المانيا ودي الدول الديمقراطيه اللي بجد. الدول اللي زينا، الدول اللي ما تعرفش هويتها ايه اصلا، دستورها حاجة وتصرفاتها حاجة، دي قصة تانية. طب ايه اللي موصلني لفيون دلوقتي؟ انه هذا الرجل واضح جدا في مواجهة التيار المتأسلم، والراجل ده رسالته السياسية شديدة الوضوح في مواجهة الإخوان المسلمين ودور السعودية وقطر في نشر الإرهاب والتطرف الإسلامي في العالم. واستشهاده الحقيقي في هذه الخطب والبرامج اللي بيقولها ويعلن عنها هو مصر، بيستشهد بمصر وزي ان مصر عامله حظر للاخوان المسلمين، وزي ان مصر فاذا ب انتوا عايزيننا نتعامل مع الاخوان اللي هم اساسا منظمه ارهابيه زي ما بتقول مصر وزي ما مصر قالت وزي ما مصر واجهت. استناده كله على موقف مصر او بعضه او بشكل مؤسس منه، يعني له كتاب اسمه الشمولية الإسلامية، والبعض يتهم مش عارف بقى مرصد الإسلاموفوبيا في
في دار الإفتاء هيقول إيه على المرشح ده، والهم رئيس هيقول إيه عن الإسلاموفوبيا، خصوصا إنه كلام عن الإسلام اللي قاله ترامب والمسلمين يعني محدش توقف عنده كتير هنا من المؤسسات الدينية طبعا، لأن الراجل محب للرئيس وامتدحه ورئيس امتدحه، فما يصحش حد يقول إن ترامب راجل عنصري وراجل ضد الإسلام يعني. في يوم لغاية بقى ما يمتدح برضو رئيسنا ممكن يبقى يعني في مرصد الإسلاموفوبيا بيتكلموا عنه. خلينا بس نشوف هنا السؤال الكبير جدا، إذا كان العالم يرانا وقد وقفنا أمام الإخوان المسلمين، فهل نحن بالفعل وقفنا أمام الإخوان المسلمين وهذه الجماعة؟ هل إحنا فعلا سياستنا الآن سياسة دولة مدنية دستورية، ولا سياسة إخوانية سلفية موقوعة في السلفية والدينية؟ خلينا بقى نشوف فيون الأول بولي. Disons les choses, l'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Comment comprendre qu'en Égypte, on inscrive les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes et qu'ils soient accueillis à bras ouverts dans notre pays? Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui abritent les penseurs de l'islam radical. Moi, je ne parle pas de lutte contre les communautarismes. بدل ما احنا نبقى العمود الفقري لمواجهة الإخوان وأفكار الإخوان والتيار السلفي اللي العالم كله بيستشهد بينا في مواجهة هذه الأفكار الظلامية، بدل ما احنا نبقى على قد ثورة شعب في 30 يونيو ضد هذه الأفكار، لا شيء يحدث في مصر الآن من حكومتها ومن برلمانها إلا الأفكار السلفية الإخوانية بامتياز، إلا دعم هذه الأفكار الإخوانية السلفية تماما، إلا مطاردة المبدعين والمفكرين والكتاب والمثقفين والمجددين والمجتهدين حتى من رجال الأزهر، وعلى رأسهم علامة عظيم زي دكتور سعد الهلالي بينكل بأفكار وبآراء وبيتهم من مشايخ الأزهر بتهم مقزعة لأنه بيجتهد ويقول آراء ويفكر بشكل حر وبشكل مطلق الحرية في اجتهاده. احنا قصاد مشهد مدوي، يقال اننا ضد الاخوان بينما لا نفعل الا ما يفعله الاخوان. تشريعاتنا نريد ان تكون تشريعات الاخوان وتمضي على سبيل الاخوان وتمضي في طريق السلفيين، وما نفعله ما نقوله ما نزيعه على ناس من بيانات مسؤولين ومن مواقف مسؤولين ومن مواقف نواب ومن مواقف مجلس تشريعي ومن قوانين والتشريعات، كلها لا تصب إلا في فكر الإخوان، كلها ليست إلا فكرا سلفيا إخوانيا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الممارسات التي تمارسها الدولة المصرية ممثلة في حكومتها وفي برلمانها وفي أجهزتها الأمنية إلا أنها دولة سلفية إخوانية. وبدا الأمر لدينا وكأن كان هناك صراع على السلطة بين تلك الأجهزة وبين الإخوان، فانتصرت الأجهزة على الإخوان في الحكم وتبنت أفكار الإخوان وصارت نفس أفكار الإخوان. ما كان يمكن لمجلس يسوده مجلس برلمان نواب يسود الإخوان والسلفيون إلا أن يفعل ما يفعله مجلس برئاسة علي عبد العال، كأنهم توأم ملتصق. ماذا جرى بالضبط؟ ماذا قيل بالضبط؟ كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ تعال بعد الفاصل بقى في محكمة الضمير أشرح وأفسر وأحلل، والعنوان الكبير هيبقى
عنوان نجيب محفوظ.